ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتزت مدينة سيدي إفني أمس الخميس على وقع جريمة شنعاء بمقتل طبيب شاب مختص في التحاليل المخبرية. وحسب مصادر إعلامية فإن الراحل الذي ينحدر من مدينة الحسيمة ويشتغل بالمستشفى الإقليمي بمدينة سيدي إفني معروف بخصاله. وتضيف مصادرنا إن جريمة القتل التي راح ضحيتها ارتكبها مجهول في الوقت الذي نقلت صفحات على الفيسبوك أن الطبيب الراحل توفي بعد محاولة انتحار. وانتقلت إلى عين المكان السلطات الأمنية حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بمستشفى سيدي إفني ومنه إلى المستشفى الجهوي لأكادير لأجل إخضاعه للتشريح الطبي وفقا للقوانين الممنهجة موازاة مع فتح تحقيق. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.